الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصريف. بل تقسيم الرابع بفعل بحسب جمود وتصريف يا تصرفة، يعني بو قرار فعل يا جامدة يا متصرفة. كواتا أم جامدة لقل جامدي اسم فرقي هي. جامدي اسم أويا لهج ورنجي رابي، برام جامدي فعل أويا كلازم يك صورة به تنادر يك شكلة، يا بشكلي مازي وارد بوا، يا بشكلي أمر وارد بوا، يا بشكلي مضارع وارد بوا، هيتي بشكلي تر وارد نبوا، ولا متصرف بأشكال مختلف وارد بوا. بعلي عليه ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرفين. أقل بيرتان بأوي كالجامد مشتق اسم كوقت باسي ليكين على الجامد مشتق لرالة جامد متصرف حالبي، شن ما بس لردا جامد كالقل جامد اسم فرقي هيا. فالجامد ما لازم صورة واحدة، جامد فعل أويك ملازم يك صورة بيان يكشقلي هيا، وهو إما أن يكون ملازما للماضي كأوجياء أويك هميشا ملازم مازي أبي، وكل ليس لأخواتي كان كهميشا ليس يتم لاري عشتين عادة بلا يليسو مثلا أمري بلا يليس يا وكربا، كربج من أفعال مقاربة يعني يكربو ناتا كربا يكربو مثلا أو ناتا، وعسى وحرى وإخلو لك من أفعال الرجاء. أخلو أنا كلن أفعال مقاربان فيها لأن برام سي نوعا، نوعي كان بو مقاربة، نوعي كان بو رجاء، نوعي كان بو شروحة. علي لناو مقاربة كان كربا، لناو رجاء فعل الرجاء كان عسى وحرى وإخلو لك قشتي أنفق الصورة ما زيان هي، وأنشأ وطفيق وأخذ وجعل وعليق أواني الأفعال شروعا كما ناشروع ديارا وقت يبو مقربة بنوايا يعني هو أنشأ ينشئ شيئا ينشئ الثعاب الثقال أو خوي لواباته بلا ما هو لوابه مقربانية كزمان يبو مقربة يجعل باشا يجعلوا هيا يجعلي هيا ونيا بلا ليه رداك على مثلا هربة يبو صورتها وقت يبو مقربة أني أخذها أو جروايا ونعما وحب ونعما وحبذا في المدح نعم وحبذا اجل مدحا او ان يهمشا هل او صورتان هيا بلا مثلا اما ينعموش من هيا بلا او ينعما او وقت يغنيك ابو مدح به وبئس وساء في الذم مثلا اما ساء يسوئش من هيا ولي او كاتاب بو انشاء الذم استفاده لناكره علينا ساء مثلا لو كاتا غير فعلي اين ساء اين يسوء ايش معناه ساء ايش يسوء علي يسوء يا لي يسوء او معناه وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء باشا خلا وعدا وحاشا اماني زمانك اقرب واستثناء بكار ببريد انما خلا يخلو معناه مثلا او حاشا هبي شهر بوشكلا ديال اما خلا يخلو شياتيا ولا وقت يبو استثناء بها الخلايا عداي شربو جورا عداي عدو مثلا بلان آمك إما أمان معنا بجامد حساو كر على خلاف في بعضها لسر خلافك لبعضك أنا هيا يعني لبعضك لم فعل ندا خلاف يوتي أنا باوا أو مثلا يكواك خلا فجن كاك هو مرارع شاتك يا خلوة كواتا أما جامد نية بلان ديار إما جوابي أمان دا باوا إما منزول من وقتك بو استثنابي حالبين أن يلا غير استثناء يا منزوم وقتك أبو مقاربة به يا أبو الرجابة يا أبو شروع به أما لغير أو صورتنا لبعناتي أو شعتوات يعني تصرف شان كابي وإما أن يكون ملازما للأمرية يا همشة ملازمي أمرية به كأوش دودة نماني يكان هبة يكان تعلم يتأم هبة لو هبة يهبونية آخر أو كحز إبراهيم فرمي ربي هب لي من الصالحين يسار ربي هب لي من الصالحين كخواي قول الأزماني حز إبراهيم وحكاية أولا وهب ودي أمري وهب يهب لتهب ودي أمري غير تهب أو متصرفة برام أمهب معناه فرسك أو قريما فرسكن
بو معنى آية دي وإلا فهبني امرأة هالكة يعني با إنسانك هالك حساومك إنسان إيوا أوهبا يتر مثلا حشتك يتر لو خانواده بو معنى آية جيقا لو هبا بكاني نمازي نملاري حالبي حتى أو سيغكاني أمني تيشي حكي نور على وهبية، آوة تاني. من أوم دي وعلبة اللوانية أجر أو بيبو أمريكا. أبشر اللي حازي معناه ومثلا معناه عبارته للشعر كا مثلا وقت كتو أزاني أو هبهايا آخر هبية كلا أفعال القلوب. هبو تعلم أزاني أو هبهايا وقت معشاك أو هبي تلك بمعناه بي ببخشة أولي ومعنى نادب بمهبي بكرة. البته با اوما نبیر نشی یه ما ها بیتریش من هیچ گلوان بس های سکانه تو لها بیا هابو اگر امر ورگری علای چی هر بیت هابو که خفوایه ولی هلا سیغی اولاوایه لو ها بیا هابوش بیگری هر بیت هاب ولی او هابی و ها بیا هابوا بروزنی علا اما او هابی ها بیا هابوا بروزنی فلع عین الفلقی عزب بوا ولی ایت اگر ام صرف كان وهب هبا هبو هبي هبا هبنا اما اقر او صرف كان وهب هبا هبو هبي هبا هبنا اما ام هبيت وهلو صغيرنا قر ديال ام جار مثلا تعلم ام تعلم منا اعلم اخر تعلم لبابي تفعل يعني فيربا اقر معنى او يعني فيربا وياد بقرا او لو كاتدا هنا او متصرفه جامد نية أما تعلم كبمنا إعلم معنى إعلم بدا أو ديار أو جامدو الله ولا ثالث لهما يتأمدوا أن السهم يعني متواجبون يعني فقد أمدوا أن معناها لا فعلي جامدي أمريك أو تلك تبكى نال جامد أو غير متصرف بمعنى أو أي متصرف شيء أو ديار الملارع عني معنى بويا ملارعين هنا يعني فعلك من بفقه الملارع كي بكار هاتوية أولي والمتصرف ما لا يلازم صورة واحدة متصرف أولي ملازم يك صورة نبلي ولا هر أو شكلا به وهو إما أن يكون تام التصرف جاء متصرف يا تام متصرف تام متصرف شيء وهو يأتي منه المال والمضارع والأمر ماضي ليدي مضارع ليدي أمر ليدي شنو يباس ما لا فعل يتباس اسم فعل وشتناك شنو يبحثي كمان لا باري فعله وكنا سرو دحرجة أو ناقص أو ناقصه وهو إما أن يكون تام التصرف أو ناقص التصرف يا ناقص التصرف وهو ما يأتي منه المال والمضارع فقط أو يهر مال المضارع ليبه وكزال يزالو وبريح يبرحو وفتئ يفتأو وانفك ينفكو وأنا أمري الناتي وكاد يكادو وأوشك يوشيكو أو بربره آخر نية لا ما متصرف النسبية شنو ما غير متصرف معناها يعني بمطلق تصرفي يا نكرابي ولي أما مثلا لا فعل كان كسي نوعا أو تتمع شاكي دون نوع يعني هي دانيك يعني نية أقر لبيل تان بيلا سلف سادا بخش كتيايا لا آخر فارسي كيا باسي تصرف كاكا لوا باسي أواكا كأجي بريكيان مثلا مازيان هيا علي بريكي أمري هيا بلا ملارع مازيني براكي مازي هيا بلا مثلا ملارعيني براكي مازي مزارعي هيا أمريني أو أنا أعرف لك فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض أم فصل باسي أواكا كار لمبابيا شن باسي متصرفة يعني لبابي متصرفة أويا كأما فعل كان بعضي كان لبعضي كتريان بدأ سبيرين صار تصريفي كين أفرمي كيفية تصريف المضارع من المال شونيتي تصريف مضارع المال يعني أما كمضارع المال دروسكين أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة أما يكل سرتاكي ويكل حرف مضارع كان زياد كريه ولا شوني زياد كين ملموما زياد كين في الرباعي للرباعية بملمومي يعني أقر هاتو ما زيك شوار حرفي بو جاء شوال حرفك هر شوال كان أصلي نهاية كان زائدة وسيانيان أصلية إتوا كيف خويتي ما دام كما زيد على شوال حرفو حرف الله ركب مرمومي زيانك وكو يدحرجو وأمجال مفتوحا في غيره كبازم أو حرف الله ركب زيادة كريم مفتوحا لغير الرباعية
واتا اگر مازیکا مثلا سی حرفی بو یا پنج حرفی بو یا شش حرفی بو هاتین ملارع من لی دروس کردو حرفی ملارع من بو هنه لمازی ملارع معلومه که یا بمفتوحیه هن وکو مثلا یکتبو که اما مازیکا کتبه و سی حرفیه ينطلقوا ما زيك انطلقوا وبينش حرفيه يستغفروا ماني كلام ليلى ابو حرف ما كلام باخرني بيتمني اولكيت حرف فقد ان باسي حرف ملاركاكين ديرا اره ليلى فقد باسي حرف ملاركاكين يعني او حرف ملاركاك اي هنين امل سرنجي ما زيك يدين ما زيك اقر شوار حرفي بو حرف ملارك مغمومه اقر شوار حرفي نبو يسي حرفي بيا بالاي شوار بيا مثلا بينجو شش بيا ديانين حرف ملاركا مفتوحة كين مثلا يستغفروا ما زكى استغفر أبوا استغفر شاشة كواتا حرف ملاركا مفتوحة كين ثم إن كان المالي ثلاثيا باشان أقر مازي ثلاثي بو سكنت فاؤه فاء الفعل ساكن أكره وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة وعين الفعل كين متحرك أكره إساء يابا لما يابا فتح يابا كسرة إساء ما كان لما بيريا فتح بيريا كسرة بياني أو السماعية أبت الضابطها يا وكوباس مانكر مثلا وافرسك أجر مازيكا أجوا في مفتوح العين به حتما ملارعك ملموم العين تنات يعني بملارعك لو كانت كسرة بدي يعني مثلا فتحي في بدي أبي حتما الله ما في بدي مثلا أجر هاتو مازيكا من مفتوح العين ناقص به مفتوح العين به وناقص به وحرفي حلقي تيانا به ملارعك حتما مكسور العين وكرة ما يرمي بو يرم حرفي حلقي تيانا به خون بارد للرعاية رعاء آوى شنك الرعاء وما زي كيتي حرفي حلقة عين فلك يملا لك الله يرعاء مفتوح يكي وليتي أوم المول عيني نايا آوى بس معيارة كمان بو أوى مثلا بو أو ناقصة يائية يسبب لفيفش بها رواية لا أخل لفيفش ما هو ناقص يسوى قايقي أو شربو جوري أقع عين الفعلك يا لام فلك حرفي حلق لا الفعل نابت هذا أجر عين الفعل كي حرف حلق وكل رعاية رعاء هو مفتوح يكين أجر عين الفعل ملاري مفتوح يكين أجر عين الفعل مازي حرف عين الفعل كحرف حلق نبو هو ملاري عكين حتما أبي مكسور العين به ما جر أبايا أباك أو شاز نعم مسألة وأنا دركوي برام لبع زشتك واقع أنتو أجر بس معنى بيسي نازني شحركة كي بيبي أصل سمع نعم أوانيا عليها أمشي الله حسب ما يختليه نص اللغة ما في أويك نص لغة دواياك وكو ينصروا ويفتحوا ويضربوا آوى كما تقدم أما وإن كان غير ثلاثي ولأقرهات مازيك غير ثلاثي بقي على حاله يعني فاء الفعل لسال حالي خوي أمينته إن كان مبدو ننا هر كل أو فعل لسال حالي خوي أمينته حركة آخر نبي بغي إعراب أو يشتغيرك قشتي وخويا من كي إن كان مبدوءا بتاء زائدة أما نوتيما قبلا أجر بتي زائدة شروعي كذبي أو تناسب ما هي بتي زائدة لا باب مشهورة كان إن أنا ملحق كان زيادة المعنى هي مثلا باب كان تو باب تدحرزت هي للرباعي مزيدة لثلاثي مزيد في باب تفعل ده تفعلوا تفاعل ده أو أنا أجر ملارعيا ندرس كي إتهر أو نية حرف ملارع كبا مفتوحي بقى ولا كذا إزافة كي إتدرس جهش كي نادي أو آخر كشي حرف آخر الله أو كاك بس تجيب عواملي شنو معربة بس تجيب عوامله أجر ناصبي لسربو فتح أجري جازمي لسربو ساكن نبي هي شيء لسربو والله ما أجري علامة الرفع حالمو تفعلوا وخويا لو كوي يتشاركوا ويتعلموا يتدرجوا وإلا أجر هاتو مثلا مبدوء بتاء نبو شاكا جائسة أجر مبدوء بتاء نبو مبدوء بهمزة به ياسم مبدوء بفعل فعلك يخوي به بهذا الشيء به أو كسر ما قبل آخره ما قبل آخره كي مكسور أكري أها تواوي أو بابانا أو عني ومبدوء بتاء مفتوحانية قشتي ما قبل آخره كي لمرعا مكسور أكري باشا مثلا أكرم يكرم هو مبدوء بتانية فرح يفرح قاتل يقاتل آوة تانية اجتمع يجتمع انطلق ينطلق استخرج يستخرج كشتي بوجوري آوة بالي أو أختي
وكوشي كيعظم ويقاتل كوتي. وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت وأجر همزة زائد لأول مازية كوابو وقت يمضار عدروسك أو همزة زائدة حذف كري إتكار من بوانية همزة كتلانة همزة قطعي بها حذف كري وكو أكرما كيب يكرمو استخرج كيب يستخرجو جائسة ليرة دا نا يستخرجو أجر همزة حذفنا كي أبيتها يا إي يا إستخرجو ولا تتو همزة كنا يعني شنو همزة همزة يوصل ولا درجة حد ناخد وين يت أي وايد دي وقتها جا همزة كحذفنا شون نا تونا الله يستخرج الآن همزة كم مكسورنية لباشا حرف العربيين الله يشيا قال حذفنا كي يا إستخرجو أما أوى ولا يت خاسبه وين أخوانين بل أم جعل وكيفية تصريف الأمر بالمضارع وشونيتي دروس كردني أمر المضارع أن يحذف حرف المضارعة يعني أما نزول من بأمر أمر بصيغة أمر بلامنية صرفي سادة وأنا جوالا مشي تسري هرب أمر حسابي أكا لحركة لكتابة كاني ترى أو أنا ولا مشي تسري بفعل مضارع حسابك دي أقو ويأتا أو أنا فعل مضارع مجزوما شنكا معربا أو أيوة بأمر حساب كريه فقط أمر بصيغة ها؟ أمر صيغة هو معناه أمر تيا برام لفظك مضارعة جاء شنو أمر تيا أسر في سادة الله معناه أمر ولا أمر بلامن بلامك أمرك هكذا السريان أما أواني ترى أولين شي أولين خير ما مضارعا كاتا أقر وتيان أمر لغير سر في سادة الله وتيان أمر زيهن بلا شش صيغة كاش مثلا جاري وهاي أمر فعلي مجهول أمر لي دروز ناكر يعني أمر بصيغة لي دروز ناكر هنا أخو هل شو هذا صيغة كتوري لا مي أمر جسم جاء ويكا وكو عظم كلا تعظمو وليقري يا تشارك لتشاركو ولا لا تتشاركو وليقري يا تعلم لتتعلمو وليقري فإن كان أول الباقي ساكنا يعني أجر حرف مضارع كمان لا بردو أول باقيك ساكن بو زيد في أوله همزة لا أول كيوا همزة زياد ذكري وكو إسرق سرق يسرق تسرق همزة ديني جاء همزة كا إذا ما أدري أو باسي أوكري أقل همزة أول كي ساكن بو همزة كي وصل زيادة كين جاء بو أويك همزة كشحرك يكي بينه سرنجي عين الفعل كي يدين أجر عين الفعل كي مفتوح يا مكسور بو همزة كم مكسور زيادة كين ولا أجر ملموم بو همزة كم ملموم زيادة كين همزة يوصل هنا أجر بابي إفعالي شيء كي وقليني أوعلي ريم حرف مضارع كحذف كين وياه أجر حرف مضارع كحذف ما كروا أو حرف مضارع تو حذف كردوا يا ملموم بو دي يا مكسور بو يا مفتوح بو لدود وحركة بدرنا بو أجر ملموم بو بيه دواي حرف مضارك احتياج بهمزة وهمزة بمفتوح يعني مثلا تولى تكرموها همزة حذف تيكت حذف كله بملمومي حذف كله دي دواي وش همزة يعني همزة مفتوح يعني هرتشن ملك تيما كان يعني ما همزة خوي تي يجرينه والله بنزلي من أمريكا من يجمع أسان تلعبه فهم والله إن كاكا مو حرف مضارك حذف يكين شاكا أجر حرف مضارك وحذف ما كله أجر ملموم بو بيه دواي حذفي أو همزة أو حرف ملمومة إيه ما احتياج مان كيوتا همزة همزة مان هنا هم بمفتوحي أي هنين كهيناش مان همزة قطعة همزة وصلني أو دوخ شيء هي ولا لغير صورة أجر حرف مارك واحد حرف مان كردوه بلى أو حرف مارك مفتوح به أو همزة وإيه ما إتيري يا همزة وصلي همزة وصلة أو وقت يا مكسورة يا ملمومة ملمومة لوقت كاك عين الفعل كي وكو أدخل ملموم به مكسوري مكسوري شلكاتك كعين الفعل كي ملموم نبي وكو اسرق اف اما اسرق نسيوا ابي او دروز به شنو شبو ملموم مثال بيرين ولا يوا وكو انصر كليرا مثلا اما همزه اذا فكر يا شنو كان تنصر ورجليا افتح املا تفتح ورجليا يضرب املا تضرب ورجليا أكريم أما لا تكريم ورجليا
همزه مفتوحه والياء انطلق لا تنطلق والياء استغفر لا تستغفر والياء او موافق ان شاء الله.